المشاكل. أحييك دكتور أحمد الصحاف، اليوم كان لقاء بين وزير الخارجية العراقي والتركي وصدر بيان عن هذا الاجتماع، كيف سارت هذه المفاوضات وهل تحمل بشائر أنها ستنجح؟ نعم دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ عزيزي، وتحية وتقدير لحضرتك ولضيوفك الأكارم وجمهوركم الأعزاء. زيارة السيد وزير الخارجية التركي تأتي في سياق تعزيز جهود العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة. الحوارات جرت موسعة ومعمقة في مختلف الملفات ذات البحث المشترك، ملف المياه، الاقتصاد، سمات الدخول، رجال الأعمال، والأمن وضبط الحدود، وكذلك التعاون الاقتصادي والتنموي وطريق التنمية الذي يتبناه دولة الرئيس محمد الشياع السوداني وتعمل عليه الجهات القطاعية الحكومية. نعم. كذلك فإن تبادل الدعم والتنسيق والأدوار المشتركة في المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يدعم إعادة موضع دور العراق إقليميا ودوليا. نعم. بما ينسجم أيضا ومبادئ حسن الجوار بين الجارة تركيا. نعم. كل هذه الملفات جرى بحثها بشكل معمق. نعم. مقدمة هذه هي مقدمة إطارية من أجل يعني رسم مسار للحوار بشكل واضح لطبيعة الملفات التي بحثت. ما هو الجديد في هذه النسخة من المفاوضات؟ كل الذي قلته الآن دكتور كان قد تمت مناقشته في الحوارات السابقة حتى في آذار الماضي في جولة رئيس الوزراء. الآن ما هو الشيء المختلف أو المطمئن أنها ستكون مختلفة تماما عما سبقها؟ الشيء المختلف يوجز بالنقاط الآتية. بشأن ملف المياه، طرح العراق وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الخارجية السيد فؤاد حسين، طرح رؤية جادة بأهمية وضرورة أن يكون هذا المشهد فيما يتعلق بملف المياه واضحا وصريحا. هو متطلب حكومي عراقي، وهو سؤال ومتابعة يومية من قبل أبناء شعبنا الذين يضغط عليهم في مختلف القطاعات بسبب ملف المياه. نعم. فكان أن الجانب التركي متعاون، ورحب الجانب التركي بتشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى تدعم من قبل السيدين الوزيرين في البلدين الجارين. نعم. وتأخذ زمام المبادرة ببرامج واقعية بشكل حقيقي، وتكون هذه البرامج آلياتها تعرض على السيدين الوزيرين، ويبدأ التنسيق من كل وزير خارجية في بلده بالانفتاح على الجهات القطاعية في بلده لتحفيز مسارات التفاوض دكتور ودفع المعوقات الفنية والمنهجية بهذا الأمر. دكتور، هل اللجان التي ستشكل لمناقشة قضية معقدة مثل قضية المياه هل ستنتهي؟ أسمع صوتك دكتور. سؤالي، هل اللجان التي سيتم تشكيلها؟ تسمع صوتي دكتور. نعم أسمعك دكتور أحمد، أنا أسمعك. أنت تسمعني دكتور أحمد؟ تسمعني دكتور؟ دكتور أحمد يمكن يبدو فقدنا الاتصال. عيدوا الاتصال بدكتور أحمد. عاد إلينا الآن المتحدث باسم الخارجية العراقية. أعود إليك بسؤال دكتور أحمد الصحاف، اللجان التي سيتم تشكيلها في المباحثات المقبلة، هل هذه اللجان بالقضايا العالقة وبالذات في قضية ملف المياه ستنتهي إلى مذكرات تفاهم كما انتهت سابقاتها، أم سنذهب هذه المرة إلى اتفاقات ملزمة بموجب القانون؟ المسار الذي تم التوافق عليه خلال المباحثات بين الجانبين هو أن يصار إلى تشكيل هذه اللجنة العليا التي تضم مختلف الجهات القطاعية بين البلدين في هذا الملف، والمضي صوب إجراءات تنفيذية. العراق عبر عن مصالحه السيادية الاختصاصية بهذا الأمر، وعبرنا عن حرص الحكومة العراقية بأهمية تحقيق رؤية واضحة تنسجم مع مبادئ حسن الجوار وتلبي تطلعات أبناء شعبنا تجاه تحدي. نعم. شح المياه الذي نواجهه في هذه الأثناء.
طيب دكتور، البيان الذي صدر عن الخارجية العراقية لم يحدد زيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هل لم يتفق على موعد الزيارة أم سيحدد لاحقا أو هنالك موعد لديكم؟ بالنسبة لتحديد تاريخ زيارة فخامة الرئيس التركي إلى بغداد، جرى الحديث عنها بالمجمل مع ذكر أهم الملفات التي يمكن أن تطرح خلال الزيارة، لكن بالنسبة إلى تحديد الموعد يبقى هذا الأمر إجراء بروتوكوليا تنسيقيا بين الجهات الاختصاصية في البلدين، والأمر موكول لما يستجد من جدول الأعمال لاحقا. الدكتور أحمد الصحافي المتحدث باسم الخارجية العراقية، شكرا لانضمامك إلينا.